معلش يا حاجة سمرة، معلش هو انت ليه يعني مش عايز تقول لها سامحيني؟ ما تقول لها كده سامحيني، ربنا بيسامح. لا ما هو برضو انت يا استاذ ياسر يعني برضو يعني راضيها. ده انا بقول لك هاجي ابوس على يدها وعلى رجلها يا استاذ، مش هقول كلام، انا عايز فعلا، انا عايز اطبق فعل حد يوصلني بيها وياخدني من مكاني ويوديني ليها يا عم. انا مفيش اي مانع. طب انت شكلك بقى يا استاذ ياسر هتبذل مجهود. طيب انت في طيب حد من الاهل يعني، معلش لو في عمام، لو في اخوال يعني اهل الحاجه؟ حضرتك هي مزعلانه مع الكل عشان خاطر كل واحد ياخد لي جنب. هي الحاجة سمرة قفلت. طب 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 عموما بس ايه يعني، شوف هي مين بتحبه وحاول تاخده وتروح لها. وبرضو نسيتها خالص لدرجة ان انا قلت انا عايز اعيش مع امي، واللي يزعل يزعل مني، انا عايز امي واخواتي يقعدوا معايا بدل ما اقعد وحدي. هو سبب المشكلة انها كانت زعلانة من مراتك مثلا يعني؟ نعم. هي كانت هي معلش ليه ده انا ما بسمعش الحتة دي، هي كانت زعلانة مع مراتك او ايه سبب المشكلة يعني؟ مش فاهم انا بتقول انت. لا هو إيه حضرتك بتقول ان هي سابتكم وانتوا صغيرين يا فندم؟ والله العظيم الشبكه بتقطع. طيب انا بسالك ايه سبب المشكله، ايه سبب المشكله مع والدتك؟ انا عايزك تقول سالها هي السؤال ده. انا ما اقول لك اقسم بالله قبل الحادثه باسبوع انا بدور على والدتي في البلد وعند خلاني بدور عليها هي، وانا ما اعرفهاش هي فين. انت متجوز؟ لا حضرتك. عندك كام سنه يا زياسر؟ عندي 31 سنة من يومه في الشقة والحمد لله. بتشتغل أعمال حرة يعني؟ أي شغلانة بالحلال. طيب يا سيدي عموما ربنا يعينك ويقويك وترضي والدتك بس، يعني ما يعني أكيد كل الناس اللي سمعانا دلوقتي والدت عليها إن هي يا رب يعني يفتح عليها فتحة جميلة من عندها إن هي يوسع. يعني أنت المنظر بتاع أمك وهي في القطر وخارجة زعلانة، أنت شفت الصورة دي إزاي؟ حضرتك اقسم بالله العظيم اسبوع وانا ادور على امي ووالدتي. انا بسالك لما شفت صورتها، لما شفت صورتها متعفره عند خالتها. يا سيدي اسمعني، لما شفت صورتها متعفره بالمنظر ده وهي خارجه وزعلانه، انت فكرت في ايه؟ قلت ايه جواك؟ يا فندم ده انا اصطدمت لما قالوا لي هي في الحادثه بتاعت سوهاج. اقسم بالله العظيم انا مش عارف انا هعمل ايه، ولا انا في حال الذهول. طب ورحت فين يعني اما سمعت؟ رحت دورت عليها، رحت لعند القطر يعني؟ معلش عايز اعرف عملت ايه اول ما حصل اللي حصل. استلفت فلوس واتحركت على طول على مكان الحادث، ورجعوني من نص الطريق عشان خاطر قالوا لي هي عم تسجل التسجيل بصوتها بتقول انك انت اللي عملت فيها كده وضربتها ومشيتها. لا وانت ايه اللي رجعك يعني؟ انت ايه اللي رجعك؟ لو كان الحادثه، معلش يعني معلش اسمعني يا ياسر، الحادثه حصلت الساعه 12 الظهر. اسمعني بس، عبال الناس ما عرفت عن موضوع الحاجه سمره كنا على العشاء او يمكن بالليل. كان زمانك انت من ناجي حمادي من عندك لغايه المكان بتاع الحادثه كنتش هتاخد ساعتين، ما كانش يكمل ساعتين. ما رحتش ليه؟ انا كنت نايم اصلا، كان معايا شغل وكان ضغط شغل مطبق، كنت بسرح في البحر حضرتك. انا ارزق على باب الله في البحر صياد. طب معلش يا استاذ ياسر بس استحملنا، ما رحتش تاني يوم ليه؟ ما رحتش تاني يوم ليه؟ يعني انتوا، انا اسف يعني اذا كنت ما رحتش تاني يوم ليه يا استاذ ياسر؟ ليه ما رحتش تاني يوم ليه حضرتك؟ نعم ما رحتش تاني يوم ليه حضرتك؟ حضرتك في نفس اليوم الناس اتصلت بيا في الطريق جات لي ارجع، وحصل اللي حصل. امك سجلت التسجيل بتقول انك انت ضربتها ومشيتها وهددتها بالقتل. ايه المشكله دي؟ طالعه من حادثه كبيره يا استاذ ياسر، كان المفروض يعني تكمل الطريق وتروح ولا ايه؟ علي ما انا حصلش الكلام مش تتبلى يعني. هي الست في موقف زي ده محتاجه منك انك تطبطب عليها يعني؟ اقسم بالله العظيم ما حصل مني الكلام اللي قالته دي والله العظيم. طيب عموما والله. عموما احنا بنقول لك اهو يعني، شوف بقى مين اللي ممكن يروح معاك وتراضوها يعني. لو واضح ان ليك اخت مش عارف المشاكل واصله فين معاها، لازم انت نسق معاها وشوف انت عايز متى اروح، وانا اروح بس الاقي في قبول في الكلام عشان خاطر ما انا اروح. يا سيدي حتى لو مفيش قبول في الكلام روح اعمل اللي عليك، روح اعمل اللي عليك وروح راضيها حتى لو مفيش قبول. اللي عليا لما يكون اللي معايا يعني في 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 فتحه كده للكلام، انك انت قابل ان هو طب اقول لك على حاجه يا استاذ ياسر، هي بتقول في التقرير اللي كان معانا انه كمان من الاسباب يعني اسباب المشكله ان حضرتك بتقول لها ان انت الكبير وانت المتحكم في كل حاجه، وانك لغيت دورها، وانك بتقول لها انت مش كبيره علينا ولا حاجه، ده اللي هي قالته دلوقتي. طب بناء عليا انا قلت الكلام ده حضرتك، يعني ايه سبب الكلام ده مثلا؟ ما احنا بنسالك. طب هي حصل، اساليها عندك قول لها ايه اللي حصل منه ان هو يقول الكلمه دي.
طيب عموما استاذ ياسر، احنا بس عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده، بشكرك شكرا جزيلا. ياسر جمال ابن السيده الحاجه سمراء الراوي الناجيه من حادث القطار.